انتوا متخيلين بقى المدينة كلها على قدم وساق مستنية أول ما هنشوفه، أصل هما كلهم ما شافوهوش قبل كده إلا المهاجرين. تخيل لو أنت من الأنصار وأول مرة هتشوفيه وقلبك بقى بيدق، ها جه ولا لأ؟ ياه أنا مش عارفة فعلا كنت ممكن أعمل إيه في اليوم ده لو أنا هناك. مجرد الفكرة أصلا خلتني مبسوطة، مش عارفة أتكلم. صعب جدا الواحد يوصف مشاعره في موقف زي ده، هتبقى إيموشنال أكتر من أنا هقدر أعمل حاجة، يعني أبصله حتى بس عشان اتخيل ان انا يعني مؤمنه بيه من قبل ما اشوفه، فاللحظه اللي انا هشوفه بيها احس ان انا مرتاح ومبسوط جدا، ومش هسيبه غير ما يدي دعوتين، دعوه بالستر ودعوه معاه في الجنه ان شاء الله. انا اعتقد انني لو كنت حاضرا في ذلك اليوم لاختفيت وراء نخله او وراء جدار ورقبته من البعيد، فهذا شأننا معه صلى الله عليه وسلم، لأن النظر إليه والإحاطة به لا تكون إلا للكمل من الرجال، ونحن لم نرقى هذا الرقي، ولو كنا نرقى هذا الرقي لخلقنا الله سبحانه وتعالى في تلك الأزمان. أنا أعتقد أنني لو حضرت هذا اليوم بهذه الهيئة لاختفيت وراء نخلة أو وراء زرع أرقب النبي من بعيد لجلاله وجماله وكماله.